عسلامة، مرحبا بكم ناس كل. عطاي العويج، مدرب كرة السلة تونسي الجنسية. حبيت جو بارتاج سيت فيديو في لي مومون هذوما دو كونفينمون مع كافة زملائي في كامل أنحاء العالم. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله الأزمة هذه تعدي على خير. بالنسبة للإكسبيريونس تاعي، بدأت في 2003. أنا ذاك كنت لاعب بفريق الزهر الرياضية، خذيت الأوسط متاع الفريق وعملت معهم موسم 2003 اللي يقعد من أحسن المواسم في مسيرتي الرياضية. 2004 خذيت فريق الأكابر متاع الزهر الرياضية، وبدأت من غاديك الإكسبيريونس خلينا نقولوا بروفيشنال متاعي. أنا دربت برشا فرق في تونس، الحمد لله يا ربي، معناها كانت لي دي اكسبيريونس، كان مع فرق في الاكابر وفي النخبه، على غرار نادي بنزرتي، نادي شوميلو، جمعيه الحمامات، الاتحاد الرياضي المنستيري، الزهر الرياضيه في اربع مواسم ولا خمسه مواسم، حتى لين جات الاكسبيريونس البرة من تونس. وهذاك هو المعنى الحقيقي نتاع لو بروفيسيوناليزم. في 2017 كانوا عندي دي كونتاكت مع فريق الفتح الرباطي، الحق تاع ربي معناها من احسن الاكسبيريونس اللي عشتهم في حياتي. معناها فريمون تحس اللي انت قاعد تخدم في كرة السلة، واللي المهنة نتاعك هي مدرب كرة السلة. عملت زوز مواسم مع فريق الفتح اللي كانت عندي من احسن لي مومون معناها اللي عشتهم في حياتي انا كمدرب. بالنسبه للاحسن، خلينا نقولوا احسن اكسبيريونس اللي عشتها في الميدان التدريب، هي نرجع ل 2003. انا ذاك مع فريق الاوسط وحرزت معه ببطوله تونس. كيف كانت عندي تري تري بيل اكسبيريونس مع فريق الفتح الرباطي، كنا ترشحنا نصف نهائي البطوله، ومعناها جو غارد ان تري تري بون سوفونير. كيف كانت عندي تري موفيز اكسبيريونس في الباسكيت اللي هي صارت لنا مع المنتخب الوطني في بطوله افريقيا في كينيا. انا ذاك كنت لاعب المنتخب، كنا باش نتعداو للربع النهائي، وفي اخر ثواني كنا رابحين 3 بونت ومازالوا 5 ثواني، وخذيت امور المدرب انا ذاك محمد سوالي، وطلب منا باش حد ما يشوت 3 بوان وخلي ماركيو، معناها اذا صار ان ديبورتمون خلي ماركيو الكره. مالوريزمون عن جوار ربي سامحه لطفي، اول ما صار ديبوردمون تاع ان دي جوار اكوردي بلوس فوت، وتعدينا للحصص الاضافيه. كيف في اخر حصه اضافيه مازالوا 17 سكوند، وكنا كيف رابحين 3 بوان، كنا رابحين 2 بوان سامحني. بعد كيف ان ديبوردمون، ولطفي ربي يسامحه، يعمل كيف الفوت ولاكوردي، ودخلت الكره، وصلنا معناها 1 بوان ديكار. هذه من أسوأ الذكريات اللي عندي في المسيره نتاعي الرياضيه. ان شاء الله اللي نتمناه، ان شاء الله كلكم تكونوا على خير، وان شاء الله هالمومون دو كونفينمون هذايا يتعدى على خير. ان شاء الله يا ربي كل زملائي يكونوا في صحه جيده. غيستي شي فو، شدوا دياركم، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا.